بناء على قرار مجلس الوزراء وبعد أن سمحت بلدية الكويت لمحلات البقالة أثناء فترة الحظر بتقديم خدماتها وتزويد سكان المباني المجاورة بالمواد الغذائية والاستهلاكية، حيث تعتبر هذه الخطوة أكثر أماناً في ظل انتشار وباء كوفيد-19. ولتخفيف الضغط على الجمعيات التعاونية، كاميرا الأخبار رصدت عدداً من البقالات للتعرف على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بآلية العمل. خدمة البقالة عن طريق الهاتف وتوصيل الطلبات إلى المنازل ديليفري، هكذا بدأت مزاولة نشاط عمل البقالات خلال الحظر الشامل وتزويد قاطني المباني المجاورة بما يحتاجونه في الفترة النهارية فقط، أي من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا. تليفون أنا سأي أكتب طلبية ورقم بيت رقم عمارة كل شيء، بعدين أنا سأي نفسه جاهز وأنا أودي بيت. فور ما يقدر داخل بس ديليفري. الو السلام عليكم. منع أي شخص من الشراء المباشر من داخل البقالة. هذه الخطوة أكثر أمانا في ظل انتشار الوباء. لا، هذا قانون واجد زين. ليش؟ عشان في ناس يعني مشكلة ما يقدر يتكلم اليوم بابا، هذا قانون. وحول سؤالنا عن صاحب البقالة، هل يحاول كغيره الاستفادة من الأزمة القائمة برفع الأسعار؟ فرايد نفسه هذا، أنا ما يسوي فوق تحت هذا، بس الطلب يجي هذا يجي بحول هذا يجي ناس نفسه هذا. دقت الساعة 4 عصرا، الجميع التزم بالوقت المحدد للإغلاق مثمنين قرار البلدية بأن الوضع الحالي أكثر أمانا لهم ولغيرهم في ظل انتشار كوفيد-19. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.